ماما بابا. أبوكي ماما بابا. شكرا شكرا. أنا هاليوم عيد ميلادي وأمس كان عيد ميلاد زوجي، فإحنا كل سنة نحتفل سوا، وهذه راح تكون كيكة عيد ميلادنا. مثل ما دائما أقول، أشوف شنو عندي بالثلاجة وبعدين أشوف من أي نوع من الوصفات أقدر أستخدمه. فهذه الوصفة راح أسوي، هذا الكيك راح أسوي، بس وايد غيرت من عنده لأن ما كان عندي بعض من المكونات، فحذفت وضفت أشياء. بس الكيكة بنفسها راح أكتب لكم مغادير المضبوطة. بديل السكر أنا استخدمت إريثريتو، هو يكون بديل كلش صحي وما يأثر على سكر الدم، ما يأثر على الجسم، يعني ما يسمن، فاقروا عنه بالجوجل. على فكرة إذا مرات مثلا أستخدم بعض أكلات جديدة وما تعرفونه، أنا دايما أكتب اسم الشيء، خلينا نقول دايما سووا عنه سيرش بالجوجل، اغروا عنه، تتعرفون على المعلومة أسرع من ما أنا أقدر أجاوبكم بالتعليق. بس اللي يجي على الكيك اللي يكون الكريم والفواكه اللي هسه قاعد طبخه، فراح يكون عينك ميزانك. وايد صارت لذيذة الكريمة، أنا استخدمت كريمة الماسكابون اللي يكون مثل الجيمر، علشان هذا بيكم تغيرون بالنكهة. تريدون تخلون ليمون مكان البرتقال، تحبون تخلون غير نوع فواكه مكان الفراولة، انتو حرين. اليوم راح يكون يوم جميل، أتمنى لكم كذلك يوم جميل.